اعتقد هؤلاء اللصوص أنه من السهل سرقة صاحب تلك السيارة، ولكنه كان يحمل مسدساً دافع به عن نفسه. بينما كان يحاول ذلك اللص سرقة التلفزيون، سقط هو والتلفزيون على الأرض، فخاف وفر مسرعاً. أراد هذا الرجل سرقة المحل في وضح النهار، ولم يهتم أن هناك شخصاً يحاول أن يمنعه عن القيام بذلك، ولكن عندما سمع صفارة سيارة الشرطة فر مسرعاً، فأخذ الجزاء الذي يستحقه في الحين. في أحد الشوارع التركية، قام شخص بركن دراجته البخارية وذهب ليشتري شيئاً، لكن في هذه الأثناء استغل بعض اللصوص الأمر وحاولوا سرقة الدراجة، فقام هذا الرجل بالتدخل وتمكن من منع السرقة، وعندما عاد صاحب الدراجة للمكان كان سعيداً للغاية. من البداية شكت الفتاة في أمر هؤلاء السيدات، حيث كانت تعتقد أن هناك أمراً ما مريب في دخولهم جميعاً بهذا الشكل، لهذا حاولت طردهم من المكان، ولكنهم قاموا بتشتيت انتباهها، وهذا حتى تقوم الفتاة الصغيرة بسرقة الأموال من الدرج، وعندما تأكدوا من أن خطتهم نجحت غادروا المكان. كان هذا الفتى يقوم بتعبئة البنزين لتلك السيارة، ولكن عندما انتهى فوجئ أن صاحب السيارة فر مسرعاً. دخل هذا اللص لهذا المكان من السقف، لكن عندما أراد الخروج وجد نفسه محاصراً حتى أتت الشرطة واعتقلته. قام سائق تلك الشاحنة بالوقوف أمام هذا المحل، ونزل عدد كبير من اللصوص منها، وتناوبوا العمل معاً حتى تمكنوا من سرقة المحل بالكامل. يبدو أن هذا المجسم قد نال أعجاب الفتى كثيراً، لهذا قرر أن يقوم بسرقته. قام هذا الرجل بدفع الفتاة من الخلف، وهذا لكي تسقط على الأرض حتى يتمكن من سرقة الهاتف الخاص بها. يا لخبث البشر! في ظلام الليل قرر هذان اللصان بسرقة محل للهواتف المحمولة، لهذا وقف أحدهما على الدراجة البخارية في حين أن الآخر كان يقوم بسرقة الهواتف من المحل. عندما دخل هؤلاء اللصوص لسرقة الملابس، كان هناك كلب متواجد بالمكان نابح عليهم، ففروا مسرعين. لم ينتبه هذا اللص على الكلاب الموجودة بالمكان، لذا عندما حاول النزول إلى الأرضية حاولت الكلاب الهجوم عليه، وهو فر مرعوباً.